ذكرتي، ممكن شخصيات بمسلسل أم هارون، وأيضا شخصيات بمسلسل سوق الحرير وغيرها الكثير. ولكن الحين خلينا نقول لازم نعيد السيطرة على الوضع ونرجع لروتين الحياة العادية، والأهم نطلع تدريجيا من تعلقنا بهذه الشخصيات الرمضانية اللي تابعناها. صحيح هاني، يعني باختصار إيش ماذا بعد تعلقنا بمسلسلات رمضان؟ في كثير من الناس حقيقة تعلقوا بشخصيات، يعني الحين مثلا على سبيل المثال في ممثلين من كثر ما تأثروا الناس فيهم، صحيح. يعني وصلتهم تهديدات، صحيح. وصلهم كمية من التعليقات الغريبة، يعني أنا أتوقع أنه أحمد زاهر كان من أكثر الناس اللي انكرهوا في رمضان بسبب دوره، يعني اللي كان شوية شرير، مو شوية، ويمكن روجينا اللي سيطرت على المواقع التواصل الاجتماعي لأن كل الناس كانوا يقلدونها.